يواجه فريق موديتوارن وارن فريق اتحاد بسكرة في الجولة الخامس والعشرون من الدوري الجزائري لكي تشاهد معنا المباراة مع علي فضل التطبيس وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى المباراة ملعب استاد 18 فبراير ببسكرة في تم الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودي وقطر و وسوف تبدا المباراه عبر الموقع الرسمي لفريق اتحاد بسكرا نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الخاص لتصل كل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل مباريات القويه والمقبله ونضرب لكم موعد في موعد قادم